وقد شهدت مراكز الاقتراع إقبالا كثيفا من الناخبين مع بدء عملية الاقتراع في جميع محافظات المملكة في الجولة الثانية للانتخابات النيابية والبلدية 2022. وكانت نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات النيابية والبلدية قد بلغت 73%، وأسفرت الجولة الأولى من الانتخابات عن فوز 6 مترشحين نيابيين و7 مترشحين بلديين. وقد أدلى الناخبون في الانتخابات النيابية بأصواتهم في جولة الإعادة في الخارج يوم الثلاثاء 15 نوفمبر في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية التابعة لمملكة البحرين.